سيصعد العالم الإسلامي مرة أخرى غدا أو بعد غد بدخول شهر رمضان المبارك، ولسوف ترتدي هذه البلدة في مقدمة البلاد الإسلامية الأخرى ثوبا قشيبا من مظاهر العبادة، والشوارع والأسواق في كل أمسية بالمتسابقين والمتسابقات إلى المساجد متجهين إلى الله عز وجل ركعا سجدا، يذكرون الله عز وجل ويسعدون بالإقبال إليه في ليالي هذا الشهر المبارك في بكوره وآصاله، وكل هذا مما يثلج الفؤاد ومما يدل على تجليات الله عز وجل على عباده بالرحمة وبالمغفرة وإصلاح الشأن. ولكن كثيرا من المسلمين يا عباد الله يتيهون عما هو أهم من ذلك كله في هذا الشهر المبارك، مما لا ريب فيه أن الإقبال إلى النوافل المتنوعة المتعددة من مظاهر التقرب إلى الله عز وجل، ومما لا ريب فيه أن التسابق إلى الصفوف الأولى في المساجد لأداء صلاة التراويح كاملة وافية من أفضل القربات إلى الله عز وجل، ومما لا شك فيه أن الإقبال إلى تلاوة القرآن وإلى الإكثار من الأذكار مما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولكن مما شك فيه أن ما هو أهم من هذا كله أن نعود لا سيما في هذه المناسبة إلى قلوبنا فنصفيها ونطهرها من الشحناء، من البغضاء، من الأحقاد، وأن نعود إلى ما ترتب علينا من حقوق الآخرين فنؤدي هذه الحقوق مادية كانت أو معنوية. هذا الذي يغفل عنه كثير من الناس في هذا الشهر المبارك أهم من النوافل التي يتسابق إليها العابدون والعابدات، المتبتلون والمتبتلات في هذا الشهر المبارك. ولقد قلت أكثر من مرة إن كل ما قد شرعه الله عز وجل من طاعات وعبادات على اختلافها إنما جعلها الله عز وجل سبيلا ووسيلة لتطهير القلوب من السخائم والأضغان والأحقاد، جعل ذلك وسيلة إلى أن يراعي الإنسان حقوق أخيه الإنسان فلا يهدر له حقا أيا كان وأيا كان هذا الحق. فإذا أديت العبادات والطاعات على اختلافها وبقيت القلوب محشوة بالسخائم والأحقاد والضغائن وبقيت حقوق الآخرين معلقة، فإني أخشى أن يكون ذلك دليلا على أن الله عز وجل لم يتقبل إقبال هؤلاء المقبلين إليه، لم يتقبل طاعاتهم، ولو قبلها أو لو كان فيها من مقومات القبول ما قد طلبه الله عز وجل واشترطه إذن لأثرت هذه العبادات على القلوب فطهرتها
من هذه الأحقاد والضغائن. وإذا لرأينا أن الحقوق الضائعة بين عباد الله سبحانه وتعالى حفظت، وأعيدت الحقوق إلى أصحابها. فأنا أذكر نفسي أولا، ثم أذكركم جميعا يا عباد الله، بأن نعود في افتتاح هذا الشهر المبارك الذي يقبل إلينا من جديد، نعود إلى قلوبنا فنتفحصها ونستبين ما فيها، وأن نطهرها من كل ما يسخط الله عز وجل، وأن نطهرها من كل ما يحجب العبد عن الله سبحانه وتعالى. معاملة العبد للعبد، معاملة الإنسان لأخيه الإنسان، التراحم الذي ينبغي أن يشيع فيما بينهم، بدءا من الأسرة الدائرة الصغرى إلى المجتمع والدائرة الكبرى. تعالوا نعد بنا إلى أفئدتنا لنتبين مدى استعدادها لهذا الذي أمرنا به الله، لهذا الذي جند الله العبادات التي شرعها من أجل أن تكون عونا على تطهير القلوب ومد جسور الألفة والود والتراحم بين عباد الله. جبر الأفئدة ثمرته جبر الفؤاد من قبل الله عز وجل، وكسر الأفئدة ثمرته كسر الأفئدة من قبل الله عز وجل. فمن كان طاهر القلب من السخائم والأضغان، مراعيا لحقوق الناس عز وجل، مراعيا لحقوق الناس بعد حقوق الله سبحانه وتعالى، يجبر الخواطر الكثيرة، يرحم الضعاف من الناس، بدءا كما قلت لكم من أفراد الأسرة، وانتهاء إلى المجتمع الإنساني. لابد أن يرحم الله هذا الإنسان فيجبر كسره هو الآخر، ولا بد أن يرحم الله هذا الإنسان فيرحمه كما يرحم عباد الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول مرة أخرى إن الأمر ينطلق من الدائرة الصغرى، من دائرة علاقة الفرد بأسرته، زوجه، أولاده، خاصته حسب تعبير المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا عز وجل عقد بين الزوجين صلة الود والتراحم، ولم يقل القرآن أبدا أنه غرس بينهما في بعض الأحيان صلة التباعد والتشاكس نهائيا، وإنما قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مما يدل على أن العلاقة بين الزوجين عندما تفسد وتتحول إلى نقيض هذا الذي يقوله الله عز وجل، فإن مرد ذلك إلى الإنسان نفسه وليس إلى الله عز وجل، مرد ذلك إلى الشيطان الذي دخل دائرة هذه الأسرة فاستسلم له الزوج أو استسلمت له الزوجة، ففسدت العلاقة التي غرسها الله سبحانه وتعالى بينهما، علاقة الحب، علاقة الود، علاقة التراحم. معنى دقيق ينبغي أن ننتبه إليه: قد يظن الظان أن التشاكس الذي يكون بين الزوجين أو داخل الأسرة إنما هو بخلق من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله لم يقل ذلك،
وإنما قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هكذا قضى الله، وهكذا فطر الله سبحانه وتعالى، وهكذا جمع الشمل وجمع بين القلبين. فإذا رأيت نقيض ذلك فلتعلم أن النقيض جاء بفعل العبد، فلتعلم أن النقيض جاء بسبب الشيطان الذي استسلم له قيم الأسرة، أو استسلم له أعضاء هذه الأسرة. هذا الذي ينبهنا إليه ديننا، ينبهنا إليه في كل صباح ومساء، دون أي تفريق بين ميقات وآخر، بين شهر وآخر. ولكن كيف عندما يدخل شهر رمضان؟ كيف يكون الحال عندما يكون يأتي الشهر الذي يدعو ربنا سبحانه وتعالى فيه عباده إلى التراحم من خلال عبادته، إلى التراحم وتبادل الود من خلال وقوفهم عبيدا أذلاء متبتلين في محراب العبودية لله سبحانه وتعالى. مرة أخرى أقول مما لا ريب فيه أن هذا الثوب الذي ترتديه بلدتنا هذه في كل شهر من أشهر رمضان المبارك شيء يطرب النفس وينعش الفؤاد، وهي ظاهرة ربما تتميز بها هذه البلدة أكثر من غيرها. ولكن تعالوا نجعل من العنوان دليلا على ما تحته، ولا تجعلوا من هذا العنوان كالقبة التي لا يوجد في داخلها مزار. اجعلوا من مظاهر هذا الإقبال إلى الله عز وجل على تنوعه دليلا على أن قلوبنا أصبحت طاهرة، دليلا على أن علاقة ما بيننا أصبحت قائمة على إعطاء كل ذي حق حقه، دليلا على وشيشة التراحم والقربة بدءا من الدائرة الصغرى الأسرة إلى الدائرة الكبرى أفراد المجتمع الإنساني أجمع. ومرة أخرى أعود فأقول لكم إن علاقة المجتمع بعض أفراده ببعض صدى ونتيجة لعلاقة أفراد الأسرة بعضهم ببعض. بمقدار ما تكون الأسرة متماسكة، بمقدار ما تكون وشيجة الأسرة قائمة على مبدأ التراحم والود اللذين غرسهما الله سبحانه وتعالى صلة ووشيجة بين أفئدة أفراد الأسرة، ينعكس ذلك على المجتمع. ولذا يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقربكم مني مجالس ألطفكم بأهلي، أقربكم مني مجالس ألطفكم بأهلي. وكم وقفت أمام هذا الحديث متسائلا، لماذا لا يكون لطف الإنسان مع إخوانه الآخرين أيضا له هذه المزية الكبرى؟ وفيما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم لطف الرجل بأهله بهذه المزية، أليس اللطف مطلوبا مع إخواننا في الإيمان بل إخواننا في الإنسانية جمعاء؟ الجواب نعم، ولكن هنالك سرا. أنا عندما أنفذ هذه الوصية النبوية في السوق مع إخواني وزملائي الذين أتعامل معهم في التجارة، في البيع، في الشراء، في أمور الدنيا، فإن هنالك أسبابا كثيرة للطف الذي أعاملهم به، ومعظم هذه الأسباب أسباب تجارية، أسباب دنيوية. أصطنع اللطف من أجل مزيد من الربح، أصطنع اللطف في دائرتي،
أصطنع اللطف في سوقي التجارية، أصطنع اللطف في جامعتي مع زملائي أو طلابي من أجل فائدة دنيوية أحلم بها وأسير نحوها. ولكن إذا عدت في المساء إلى داري ودخلت الدار وأغلقت الباب ورائي، ما هو العامل الذي سيحملني على هذا اللطف الذي يأمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي، لا سيما إن كانت قد مضت سنوات طويلة على الزواج من هذا الإنسان الذي دخل داره؟ لن يكون هنالك إلا عامل واحد، تنحسر العوامل الدنيوية كلها. العامل الأوحد الذي يبقى هو تنفيذ أمر الله، هو تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ثم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المعاملة التي لا تقوم إلا بدافع واحد هو ابتغاء وجه الله عز وجل، جعل جزاءها أن يكون قريبا من المصطفى يوم القيامة في الجنة. فما بالكم بهذا الأمر عندما يدخل هذا الشهر المبارك؟ أيها الإخوة، إذا رحل الإنسان غدا إلى الله بقلب ناصع صاف من الشوائب والضغائن والأحقاد، قبله الله عز وجل على علاته، وإن كان مقلا من العبادة والطاعات. ولكن إذا رحل العبد إلى الله غدا وقلبه فياض بالأحقاد والضغائن، وعنقه تحمل الكثير من الحقوق المادية أو المعنوية للآخرين، فإن عباداته الكثيرة لن تكون شفيعا له آنذاك. ألم تسمعوا دعاء خليل الرحمن سيدنا إبراهيم؟ واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لم يقل إلا من أتى الله بعبادات كثيرة، لم يقل إلا من أتى الله بركعات من النوافل وفيرة، وإنما قال إلا من أتى الله بقلب سليم. فتعالوا نبذل كل ما نملك من جهد، إذا رحلنا إلى الله غدا أن نرحل إليه بقلوب صافية عن الشوائب، وبأعناق خفيفة لا تتحمل حقوقا للآخرين أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.